الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 18 من الكتاب 49، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، يعني من شر ما عمل ليغفر ما فعله ويتجنب، ومن شر ما لم يعلم يتجنب فعله حتى لا يقع في الشر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 70 بعد 7000، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال عن فروة بن نوفل الأشجعي، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به الله، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. النبي يقول ذلك تعبدا وتخلقا بأخلاق العبودية، وإن كان هو أبعد الخلق عن فعل الشر أصلا بالعصمة، ولكن يتقرب إلى الله بالافتقار بالعبودية، وليعلم أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال عن فروة بن نوفل قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي حاء قال: وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال: حدثنا محمد، يعني ابن جعفر، محمد بن جعفر اللي هو اسمه غندر، كلاهما عن شعبة عن حسين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث محمد بن جعفر: ومن شر ما لم أعمل. وعن أبي قال: وحدثني عبد الله بن هاشم قال: حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. وعن أبي قال: حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثني ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. وهنا يبين الفرق بين الإسلام والإيمان. إذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع، يعني لو قلنا إسلام بس وسكتنا دخل معه الإيمان والإحسان، لكن لو اجتمع افترق في المعنى. أسلم وآمن، إذا استسلم بظاهره وانقاد، وآمن يعني صدق بقلبه. على شكل هنا يقول: اللهم لك أسلمت، أي بظاهري انقدت إليك بظاهري وجوارحي، وبك آمنت أي صدقت بقلبي، وعليك توكلت أي استعنت بك،
آخذا بالأسباب معتمدا عليك لا على الأسباب. وإليك أنبت، أي رجعت إليك في كل أموري، فإليك المرجع والمآب، وبك خاصمت، فلا أخاصم لنفسي بنفسي، بل أخاصم بك فيك، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، أسحر يعني دخل في السحر، يبقى ما يكون في سفر وأسحر يعني كان في السحر، والسحر هو ما كان قبل الفجر، يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. سمع سامع، كأنه يريد أن يسمع الأكوان أن تشهد له باستعانته بربه، وليعلم الناس كيف يذكرون الله ويدعونه في هذه الساعة المباركة. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه، وحسن بلائه علينا يعني حسن نعمه علينا وتفضله إلينا، ربنا صاحبنا يعني كن معنا بنصرتك وعونك كما كنت معنا بإمدادنا ورعايتك، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وأفضل علينا يعني أعطنا على قدر كرمك لا على قدرنا، بل على قدر كرمك وفضلك عائذا بالله من النار، يعني حال كوني مستعيذا بك من النار. يبقى عائذا بالله من النار يحال. وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وهذا الدعاء موجود في إيه؟ في حزب الفتح الصديق، نقرأه صباح مساء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. خطيئتي يعني ما ارتكبته متعمدا، وجهلي ما ارتكبته غير متعمد بسبب جهلي. يبقى الخطيئة ما فعلت مع العلم بأنها خطأ، والجهل ما فعل من خطأ مع الجهل بأنه خطأ. وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي. وجدي ما كان على خلاف الهزل، وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، يعني أنا أهل الخطيئة وأهل الجناية، لأن العبد طبع على الجهل وطبع على التسرع وطبع على كذا وكذا من النقائص وحب العاجلة، وعلى شكلة وكل ذلك عندي، يعني أنا مخلوق على هذه الهيئة، فاغفر لي هذه الهيئة التي أنا فيها من نقص. يعني إيه؟ يعني تخلق بوصفك ونعتك، يغطيك بوصفه ونعتك سبحانه وتعالى.
وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك ابن الصباح المسمعي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. وعن أبي قال: حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فبركة الحياة أن تكون زيادة في الخير. ولذا خيركم من طال عمره وحسن عمله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعن أبي قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد مثله، غير أن ابن المثنى قال في روايته: والعفة، يعني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ده رواية تانية، كان العفاف يعني قال العفة في الرواية التانية. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد النخعي قال النخعي بفتح الخاء قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والمساء يبدأ من بعد العصر. إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحسن: فحدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللي هو الهرم، الهرم اللي قبله، الهرم اللي هو أرض للعمر اللي هو سوء الكبر، نفس المعنى، يعني سوء الكبر هي الهرم، هي أرض للعمر، هي الخرف، كل دي بمعنى واحدة، وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا، المساء يبتدي من بعد العصر وينتهي بعد كده، يبقى الليل بقى. اما يجي المغرب يبتدي الليل، فهم؟ يعني بعد العصر تقول له مساء الخير، فهم؟ بعد المغرب بقى يبقى الليل دخل.
على فكرة المساء يعني زي ما تقول ايه، بوادر الليل، بوادر الليل ده المساء، لكن مش هو الليل نفسه، لكن بوادر الليل. عشان كده اخر صلاة بتصليها هي العصر، المغرب ده بتاع اليوم اللي بعده، فهمت بقى؟ يعني العصر اللي هنصليه النهارده، واخد بالك، هيبقى عصر يوم ايه؟ النهارده الاثنين، يبقى عصر الاثنين، تيجي المغرب يبقى مغرب بقى ايه؟ ثلاثة، فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال وراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله، ويكمل بقى بقية الدعاء مكان أمس اللي احنا بنسميه اذكار الصباح والمساء. فتملي اذكار المساء بنقراها بعد العصر، مش كده برضو؟ وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا امسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، اللي هو سوء الكبر هناك، هنا الهرم نفس المعنى، وسوء الكبر. يبقى هنا العطف ده ممكن يكون إيه؟ عطف تفسير من الراوي، عطف تفسير من الراوي. وفتنة الدنيا وعذاب القبر. قال الحسن ابن عبيد الله وزادني فيه زبيد عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رفعه أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. ونصر عبده يعني النبي نفسه، يريد نفسه. وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم، يعني الصواب، الإصابة، إصابة الحق. هذه معنى السداد، إصابة الحق كما يصيب السهم الهدف. اللهم اهدني وسددني. وأنت بتدعو هذا الدعاء النبي بيوصي سيدنا علي يقول له إيه؟ واذكر كيف هداك الله وكيف سددك فيما حكمت به وقضيت قبل ذلك للصواب، حتى تذكر نعمك نعمه عليك. قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم.
وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب بهذا الإسناد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ثم ذكر بمثله. باب التسبيح أول النهار وعند النوم، يعني يسن التسبيح أول النهار وعند النوم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني مسجد بيتها يعني، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تكررها 3 مرات. والحمد لله تقريبا معظم المسلمين بيكرروها 3 مرات صباح ومساء، وهذا من فضل الله، وهذا فيه دليل على جواز الإحالة إلى الأعداد وإلى الكميات الأحجام وإلى الأوزان، فيجوز الإحالة إلى الأوزان والأعداد والإيه والأحجام، لأن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الإيه سبحان الله وبحمده عدد خلق، أحال إلى العدد هم ورضا نفسه، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، وزنة عرشه على الأوزان ومداد كلماته. وعلى شكل لما نيجي بقى نصلي على النبي نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك، ما فيهاش بقى بدعة زي ما بيقولوا العيال إياهم اللي تعرفهم اللي نجيب سيرتهم كل يوم، فاهم ليه؟ لأن النبي هو اللي أحال، علمنا الإحالة، فهمت ازاي؟ لان ربنا فضله واسع. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق عن محمد بن بشر عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي رشدين عن ابن عباس عن جويريه رضي الله عنهم قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاه الغداء اللي هي صلاه الصبح يعني، او بعدما صلى الغداء، فذكر نحوه غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، وما فيهاش وبحمده في الرواية التانية. وعن أبي قال وزيادة الثقة مقبولة، يبقى نقول احنا ايه رواية سبحان الله وبحمده عشان فيها الزيادة، والزيادة فيها زيادة علم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليهما السلام اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها. ستنا فاطمة النبوية كان عندها أولاد وليست عندها خادم، وما كانش عندهم بقى بيشتروا العز زينا كده جاهز، ده كانوا يجيبوا الاول الشعير، ما كانش عندهم حتى القمح، وبعدين يقعدوا يطحنوا في الشعير، وبعد ما يطحنوا يقعدوا يخبزوا، وبعد ما يخبزوا يبتدي ياكلوا، فمجهود كبير. ما كانش عندهم حنفيه يفتحوا كده يلاقوا الميه، سيدنا علي يروح يملى الميه ويجيبه لهم، ليس عندهم خادم، وعندهم اولاد كثيرين، عندهم 5 اولاد، فاكيد مجهود كبير. في فاشتكت لأبيها إيه الرحى وما إيه من يدها وما تجده من عناء يعني وتعب بسبب إيه الحياة ومتطلبات الحياة، اشتكت ما تلقى من الرحى، والرحى ما يطحن به إيه الشعير ليصير دقيق حتى يصير صالح للخبز. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، قال النبي سبي يعني ايه بعض الاماء، فراحت للنبي عشان ايه تاخد منه خادم،
يخدمها. فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا. يبقى فهمنا من هنا أن النبي رجع بالليل متأخر، سيدنا فاطمة راحت في أثناء اليوم لكن النبي كان مشغول طول النهار حتى جاء بالليل متأخر. أخبرته سيدنا عائشة أن فاطمة جاءت تسأل عنك واشتكت الرحى وعلمت أن عندنا سبي، فالنبي راح إيه على طول داخل على ستنا فاطمة على طول علشان إيه يعرف هي كانت جرلي. كانت نامت هي وسيدنا علي ناموا في مضجعهم، حجرتهم خلف حجر ستنا عائشة على طول. فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، يعني زي ما انتم، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري من قرب يعني قدم النبي بجوار صدرها وهي نائمة، يعني شعرت بايه بفرق حرارة لان النائم تملي حرارته ايه اعلى من اللي جاي وماشي في الشارع. حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال الا اعلمكما خيرا مما سألتما، يعني من خادم، يعني اذا اخذتما مضاجعكما ان تكبرا الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. يبقى استمداد القوة من الله لا من البشر، فإنه بيقول إذا أردت أن تتقوي فتقوي بالله ولا تتقوي بالبشر، يعلمها إيه؟ يعلمها الاستعانة بالله. وعنه بيقال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث معاذ أخذتما مضجعكما من الليل، يعني إذا أخذتما مضجعكما من الليل تكبر ثلاثة، زي إيه؟ زي بالضبط ختام الصلاة، زي ختام الصلاة. ما لم يعطي النبي لهما، لأن قال في رواية ثانية قال لا أعطيكما، وهناك أولاد الصحابة والأنصار أيتام لا يجدون ما ينفقون، فباع هذه وتصدق بثمنها لفقراء الأنصار والمهاجرين صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الإيثار. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبيد الله بن يعيش عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الحكم عن ابن أبي ليلى، وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته، يعني لم أترك هذا التسبيحات والتحميدات والتكبيرات قبل النوم منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة صفين، الليلة اللي كان هيحارب بيها معاوية بقى واللي جايين ايه اللي هي طائفة البغاة اللي باغوا على سيدنا علي، فيقول له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. وفي حديث عطاء عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال قلت له ولا ليلة صفين. وعن أبي قال حدثني أمية ابن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادما وشكت العمل، فقال ما ألفيتيه عندنا، قال ما ألفيتيه عندنا، قال ألا أدلك على ما هو خير لك،
يعني لا تجديه عندنا، لان كان النبي تصرف في السبي وباعه وتصدق بثمنه على فقراء الانصار والمهاجرين. قال: الا ادلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حين تاخذين مضجعك. وعن ابي قال: وحدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الاسناد. يعني ده ما هو الواو لمطلق الجمع ليس لبيان الترتيب، ولكن احنا الترتيب متعلمينه ايه؟ ان التسبيح اولا ثم التحميد ثانيا ثم التكبير ثالثا، لان التسبيح تنزيه والتحميد تكميل والتكبير تعميم. بتبدا كده ايه؟ للاعلى، من الاسفل للاعلى، فاهم؟ الاول السلوب ثم ايه؟ السلوب ده في سبحان الله، فهمت ازاي؟ يعني ايه؟ تنفي عنه كل نقص متوهم، فاهم؟ والحمد اثبات كل كمال على قدر الطاقه، ثم الله اكبر فوق تكميلك له وفوق تسبيحك له، لانه لا يدرك. فهمت بقى؟ لبيان العكس. وبالتالي الترتيب يبقى ماشي كده، التسبيح اولا ثم الحمد، لكن الواو هنا لمطلق الجمع لا للترتيب، يعني يقول كذا وكذا وكذا، ممكن يكون الترتيب اختلاف الترتيب من الرواه. فهمت؟ باب استحباب الدعاء عند صياح الديك. الديك احنا قلنا عينيه بتشوف الملائكه، فلما يصيح الديك تعرف ان في ملك معدي، فبتدعي ليه؟ لان الملك يامن على دعائك، فاذا امن على دعائك يبقى ايه؟ ارجى للقبول. باب استحباب الدعاء عند صياح الديك. وعن ابي قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. أنكر الأصوات يدل على أنكر المخلوقات، مجمع لما وفى، فاهم؟ أنكر الأصوات صوت الحمير، وأنكر المخلوقات في الشياطين. باب دعاء الكرب. لما الإنسان يكون في كرب يحفظ هذا الدعاء له بركة كبيرة. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد واللفظ لابن سعيد قالوا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يبقى ده دعاء مهم تقوله عند كل كرب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نقوله ثالث مرة: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. في ناس بقى سأل قالوا: طب بس ده مش دعاء، ده ذكر. ده مش دعاء، ده ذكر. فردوا عليهم العلماء ردين. رد قالوا لهم: ده مقدم الدعاء، يعني تبدأ الدعاء بهذا ثم تدعو، أو أن تكتفي به ويكون من باب من شغله ذكري عن مسألتي أعطيت له خير ما أعطي السائلين، فهمت؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بهذا الإسناد، وحديث معاذ بن هشام أتمه. وعن أبي قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا العلياء الرياحي
حدثهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب، فذكر بمثل حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة غير أنه قال: رب السماوات والأرض. هناك رب السماوات ورب الأرض، هنا رب السماوات والأرض، روايات مختلفة. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، قال حزبه أمر يعني أهمه، كربه، أزعجه، أقلقه، كل ده معنى حزبه، قال فذكر بمثل حديث معاذ عن أبيه وزاد معهن: لا إله إلا الله رب العرش الكريم. باب فضل سبحان الله وبحمده. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واحد يقول القرآن، طب ما هي سبحان الله وبحمده ما في القرآن برضه، سبح بحمد ربك، ما هي القرآن برضه، فهمت ازاي؟ ما فيش تناقض، خير الكلام القرآن وسبحان الله وبحمده من كلام القرآن، فهمت؟ فاصطفاء النبي من وسط خير الكلام، فهمت بقى؟ فيش تناقض. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عنزة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. لما تدعي للمسلمين بظهر الغيب بتاخد حسنة بعدد المسلمين منذ أن خلق الله لحد يوم القيامة، تصور بقى. فعلشان كده كل ما كان دعائك عام شامل كل ما كان ثوابك أعلى وكان أرجى للقبول، فلازم تشرك كل المسلمين معك، اللي مخالفينك في الرأي حتى اللي مخالفينك في الرأي، لأن ما زالوا مسلمين. ولا عايز تدعي بس للجماعة بتاعتك؟ ما في ناس كده يدعي للجماعة بتاعته بس، فرقة بتاعته بس، ليه كده؟ وسع صدرك، كلهم مسلمين. هو أنت ما يبقى في بعض أبنائك مخالفك في الرأي وتيجي تدعي، مش بتدعي لكل أولادك؟ أمة النبي كلها يعني في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فخلي همك وهم نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثلي بمثل. دعاء الملك أرجى للقبول من دعائك، فلما تيجي عايز تدعي حاجة لنفسك ادعيها للمسلمين، تبقى انت بتدعيها للمسلمين والملك بيدعيها لك، فهمت بقى المعنى؟ وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا موسى بن صروان المعلم قال حدثني طلحة بن عبيد الله ابن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان وهو ابن عبد الله ابن صفوان وكانت تحته الدرداء قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده اوعى تدعي على اخوك بقى، هتدعي على اخوك دعوة وحشة هيجي الملك يقول اللهم اجعل له بمثل ما دعا على اخي، فالدور الدعوة دي عليك. فخلي لسانك طيب كويس، تمنى الخير للناس حتى من اذاك وظلمك، واللهم كفه عن الظلم. لكن ما تقولش اللهم اهلكه وزلزله ودلدله في ناس بتعمل كما يصحش، فهمت؟ قول اللهم كفه عن الظلم واغفر ذنبه، فهمت ازاي؟ ورد الي مظلمتي، وخلاص الحكايه سهله. لكن ما تبقاش عندك غل كده، في ناس عندهم غل في الدعاء بتاعهم، فبلاش. حتى الملك هيفضل يقول امين لحد ما يزهق منك ويسيبك. للملك يحب الخير، انت بقى هيلاقي فيك شر كده، هيعمل ايه بقى؟ هيزعل منك. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل والشرب في حديث اخير. طيب الذي قبله وعنه به قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن ابي سليمان بهذا الاسناد مثله، وقال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل والشرب. وعنه به قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير واللفظ لابن نمير قال حدثنا ابو اسامه او محمد بن بشر عن زكريا ابن ابي زائده عن سعيد بن ابي برده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها، او يشرب الشربه فيحمده عليها. وعن ابي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا زكريا بهذا الاسناد. يبقى الانسان يبدا طعامه ببسم الله وينهي طعامه بالحمد لله، يبدا شرابه ببسم الله وينهي شربه بايه؟ بالحمد لله، وهكذا في كل احيانه. باب بيان انه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. يبقى الانسان عليه ان يدعو ويوقن بالاجابه، لكن لا يحدد موعد الاجابه، فلا يستبطئ الاجابه، لأن قد يكون الله أجاب وأنت لم تدرك. يعني واحد مريض يقول يا رب عافني يا رب عافني، يوم ربنا يزود مرض. استجاب على فكرة، لأن يمكن زيادة المرض له هي عين العافية، فيبقى ربنا استجاب ليه؟ لأن في زيادة المرض رفع للدرجات أكتر، فهمت إزاي؟ ومنعه من أن يظلم الناس لشعوره بضعفه، فبدل ما كان يعافيه ويقويه ويطلع يفتري على الناس يقول يا رب عافني يزود مرض، خليك كده انت كده العافيه، من عبادي من لا يصلحه الا الايه؟ المرض، فان عافيته افسدته. فاهم؟ وعشان كده احد الصالحين كان مريض وكان يدعي لكل الناس دعوته مستجابه لكل الناس، هو يقول يا رب عافني مرضه يزيد. فاستعجب، حاجه غريبه قوي. فجاله هاتف من داخله، حاجه اسمها المخاطبات، يعني ربنا خاطبه من داخله لانه اقرب اليك منك. فسمع هاتف من داخلي يقول كيف أعافيك مما به أعافيك. فهمت ازاي؟ يعني انت تريد ان انا أعافيك بالمرض، وانا عافيتك بالمرض لا عن المرض، فجعلتك مستجاب الدعوة وجعلتك مرفوع الذكر عندي، فلو رفعت عنك هذا الداء لرد اليك الدعاء ولا يستجاب. فهمت بقى ازاي؟ فكيف أعافيك مما به أعافيك. عشان كده انت طالما دعوت ربنا استجاب. فهمت ازاي؟ من عبادي ما لا يستحي الا الفقر، فان ايه اغنيته افسدته. بقول يا رب اغنيني يا رب اغنيني، وعايز ده فقر، لان هو ده داءك ودواءك، فرض بما قسمه الله لك. فهمت بقى؟ فلا تعجل، طالما الهمك الدعاء استجاب. انت مش اخس من ابليس يعني؟ ابليس قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين، اذا كان استجاب لابليس مش هيستجاب لك؟ حاجه غريبه. فاستجاب خلاص اطمئن، بس انت اللي عجول وعايزه يستجيب على مزاجك، ما ينفعش، اخرج من هواك.
فهمت؟ واختيارك الى اختياري. باب بيان انه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا او فلم يستجب لي. وعن ابي قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال حدثني ابو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء واهل الفقه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. والله عند ظن العبد ظن ان ربنا ما استجابش لي، خلاص ما استجابش لي. هو هيخيب ظنك يعني؟ يعني عايز ربك يخيب ظنك؟ لا يخيب ظن احد، فحسن الظن حتى لا يخيب ظنك. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني معاويه وهو ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس القولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. يبقى الدعاء لازم إيه؟ يخلو من إثم وقطيعة رحم كمان، يبقى فيه خير يعني. يبقى الدعاء فيه خير، تمني الخير مش تمني الشر. اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم واجعل نساءهم سبايا عندنا. إيه يا عم الحكاية دي؟ إيه الشغلانة اللي أنت فيها دي؟ هدي نفسك شوية بالراحة. لما تقول اللهم اهدهم واكفنا شرهم مثلا وخلاص، إنما إيه الطريقة دي؟ تلاقي كأن المسجد اتسلسل عليك كده. ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يعني يستحفي، يعني لما يلاقيش الإجابة على مزاجه بقى يقوم يبطل يدعي. فيبقى خلاص طالما بطل يدعي هيستجاب لي. إذا ألهمك الدعاء يبقى إيه؟ يبقى وجبت لك الإجابة عليك، لأن ربنا لا يخلف وعده. قال ادعوني استجب لكم، وعدك خلاص هيخلف وعده. فهمت؟ لكن انت اللي عجول وعايز بتدعي دعاء معين وحاطط حاجه في مخك معينه هي اللي تحصل. طب ما ممكن ربنا يديلك معنى دعائك ده بس في معنى اخر بصوره اخرى. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده قال في الحكم ايه؟ لا يكن تاخر امد الله لك في العطاء موجبا ليأسك. لا يكن تأخر أمد الله لك في العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فهمت؟ في الحكم العطائية كنا شرحنا هذه الحكمة، فناخد بالنا من هذا حتى تعرف كيف تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى. فربك كريم وربك مجيب وربك لطيف، يكفيك من النعمة أنه جعلك مسلم وجعلك محب للنبي وجعلك إذا فعلت المعصية تندم. في غيرك لا يعرف النبي ولا يحب النبي وليس مسلما، وإذا فعل المعصية أقبل عليها ولا يندم. فشوف أنت فيك نعم قد إيه، فلا تكفر بنعمة الله واحمد نعمة الله فيزداد إيمانك. وهذا نهاية كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار في صحيح مسلم، ونقف على كتاب الرقاق غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.